Thank you.
فاكر ان احنا ما نعرفش عنك حاجه، وانت فاكر ان ممكن تاخد حاجه من ناجي الخليلي بدون مقابل. في ضابط كبير معرفش اسمه ومعرفش عنه اي حاجه، كون خليه سريه من عدد من الضباط. عددهم تقريبا كانوا 5 أو 6 في الاول، منهم ناس كانوا لسه في الخدمه وناس بره الخدمه، وكان معاه شركه. احنا هنشارك ناجي في تجاره السلاح، بمعنى اوضح هنحتك تجاره السلاح. انا اسف ما اقدرش اشارك في حاجه زي كده. تمرجي اللي كان شغال عند الدكتور مرتضى، ما اعرفش حد اسمه الصياد. عايزك تعمل لي تحري عن اسمه هشام البكري ده. انت جبت الملف ده ازاي يا باشا؟ الغريب انه كان واحد تاني مش هو ده. سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه مع سعادتك يعني ممكن تكون مش عايز تفتكره او تتكلم فيه. موضوع الملف، سيف عنده اوضه قافلها بالمفتاح، ممنوع حد غيره يخشها، بيقعد فيها لوحده بالساعات. انا محتاجه بره البيت ساعه واحده بس، وانا متاكد ان اوصل للدليل اللي يثبت كلامي. يا نهار اسود. ثانيه انا باشا عايز اكلمك في موضوع هيقلب موازين قضيه الصياد كلها. طارق انا ما عنديش اي وقت اتكلم في اي حاجه دلوقتي. انا ماشي في طريق مكتوب عليا، لا انا قادر اقف ولا حتى افكر مرتين. ومكتوب على اللي قدر ويحطه في الطريق ده انه يتداس. سيف حبيبي. ايه ده؟ انا اتاخرت ولا ايه؟ النهارده اجازه. طب بتصحيني ليه؟ قصدي يعني بتصحيني متاخر ليه؟ يعني معقول يوم الاجازه اصحى متاخر؟ يعني يوم الشغل اصحى بدري ويوم الاجازه ضيعه كده من غير ما اقعد مع مراتي حبيبتي؟ طب خلي بالك بقى لحسن هصدق على فكره. وانت محتاجه اقول الكلام ده عشان تصدقي؟ ما انت عارفه اني بموت فيكي. انا عارفه انك بتحب شغلك وان الحاجات دي ما بتفرقش معاك، بس بصراحه انا متضايقه. ما انا قلت لك 100 مرة يا حبيبتي، اللي بيتكتب اسمه في الجرايد ده يا اما رئيس المباحث يا اما المعاون بتاعه، يعني رتب كبير، انا لسه ببتدي مش مشكلة. بس يا سيف انت اللي تعبت وعرضت نفسك للخطر عشان خاطر القضية دي، وفي الآخر لا مكافأة ولا أجازة ولا ترقية ولا أي حاجة خالص، واللي زاد وغطى بقى اللي طلع بيتكلم في الجرايد واحد كان بيحاربك وبيكسر في مقاديفك عشان ما تكملش القضية دي. عاملة إيه؟ الحمد لله. ما تشغليش بالك يا سلمى، انا اساسا ما بشتغلش الشغلانه دي عشان اطلع في الجرايد. طب على الاقل يدولك مكافاه، ده انت خليتهم يقبضوا على اكبر عصابه بتتاجر في المخدرات في مصر. هيدوني مكافاه اكيد، بس ما تعشميش قوي، مش هتبقى مكافاه كبيره يعني. يا سيف ده انت سالف عشان تدفع مصاريف مدرسه البنت. فكرتيني صحيح، ده لسه ما دفعتهاش. ربنا سهل، نخلص الاجازه وهروح ادفع. ما تقلقيش ربك بيرزق. طب يلا بقى احنا هنقضي الاجازه كلها في المطبخ. يلا ناكل بسرعه. على فكرة ماما نصحتني متأخر، مش ذنبي يعني. أنا برضه صح؟ أخيراً أجازة. معلش ثانية واحدة. ألو؟ أيوة يا سيف باشا، أنا ماجد العزازي. أهلا يا باشا. معلش يا باشا أنا عارف إنك في أجازة، بس أنا الحقيقة محتاجك في موضوع مهم جدا. باشا بس أنا زي ما تقول كده في مناسبة عائلية وخارج مع الأسرة يعني. قول لي أنت فين بس وأنا هاجي لغاية عندك. الموضوع مش هياخد أكتر من 10 دقايق. ربنا يخليهم لك. إزيك يا ماجد باشا؟ أنا تمام، أنت عامل إيه؟ تمام الحمد لله. معلش انا عارف ان انا جاي لك في وقت مش مناسب، بس عذري الوحيد ان انا جاي لك وجايب لك معايا اخبار كويسه. خير يا باشا؟ احنا اخترناك يا سيف باشا. احنا مين؟
مباحث يعني؟ جرايه سيف، ما انت في المباحث. ايوه انا عارف، انا قلت بس جايز اختاروني عندنا في الاداره السفريه ولا حاجه. هتسافر ان شاء الله، هتسافر، بس عايز اوضح لك الموضوع الاول. اتفضل. انت عارف يا سيف باشا ان البلد بتتعرض لمؤامرات خطيره، اجندات خارجيه وداخليه بتهدد الامن القومي، واحنا لازم نتصرف، بس ساعات القانون ما بيخليكش تتصرف في الوقت المناسب. اجراءات واذن وقوانين واجتماعات، والصحافه بقى تاخد خبر وتلاقي اللي انت راح تمسكه ده عامل حسابه ومستنيك اساسا. فاحنا فكرنا ان احنا نشوف طريقه تانية، نفكر بره الصندوق، نفكر بطريقه جديده نحمي بيها البلد من غير ما نورط الوزاره في اي تصرفات غير قانونيه. ازاي؟ في واحد لواء، راجل وطني، الراجل ده خدم البلد بروحه ودمه، قدم تضحيات كتيره جدا عشان اللي زيي وزيك يبقوا واقفين في مكان زي ده وتشوف بنتك بتلعب قدامك كده من غير ما تكون خايفه. الراجل ده سيف واخد اوامر انه يكون خليه من مجموعه من اكفأ الضباط. الخليه دي هتكلف بمهام وطنيه لحمايه امن البلد، وانا جالك النهارده سيف عشان احنا محتاجينك معانا. النقيب حسن طلعت، النقيب علي نور الدين، خليل الزيني، عبد الحميد البشوتي. انا النقيب سيف عبد الرحمن. يا سيف باشا كل اللي هنا عارفينك، احنا اي حد بينضم لينا لازم نعمل له كشف هيئه، الموضوع مش بالسهل، وانت ما شاء الله ملفك كان عليه اجماع. شكر جدا يا فندم، بس انا في حاجات كنت عايز اعرفها. اللي انت عايز تعرفه غير اللي انت محتاج تعرفه. يعني ايه؟ يعني في معلومات هتتقال لسيادتك اعتقد انها كافيه ان انت تقدر تاخد قرارك براحتك، يا تنضم لينا يا تفضل ضابط بسيط زي ما انت. طيب معلش اعذروني يا جماعه عشان اللي بيحصل ده غريب بالنسبه لي شويه. اللي بيحصل ده سيف باشا بيحصل في اي حته في العالم، في كل حته. المجموعه دي صفوه متنقيه، المجموعه دي هي اللي بتنقي الوزراء والقيادات المهمه في البلد، الباقي بقى بيعيش حياته عاديه، حياه لطيفه، بيخش الخدمه ويخرج من غير ما حد يحس بيه ولا يفتكره اساسا. طيب انا محتاج اعرف مين اللي كون الخليه دي، مين الضابط اللي كون الخليه، ومحتاج اعرف اللي بيحصل ده قانوني ولا لا، ولو قانوني يعني ايه علاقته بشغلي؟ هل انا مثلا هحتاج اسيب المباحث واروح اداره تانية؟ اللي كون الخليه دي محدش يعرفه غيري، تقدر تقول كده ان انا وكيل عنه. وبالنسبه اللي بيحصل ده قانوني ولا لا، هو مش قانوني وبس، هو فوق القانون. وبالنسبه لشغلك في المباحث انت لازم تستمر فيه عادي جدا، احنا هنعمل الترتيبات اللازمه اللي تخلي شغلك معانا ما يتعارضش مع اي حاجه تانية. ماشي. طيب انا هسال سؤال يعني، بس مش عايز حد يفهمني غلط، انا مش قصدي حاجه وحشه والله، انا بس هسال عشان حضرتك تنهي لي مخاوفي. زي ايه يعني؟ ايه اللي يضمن لي مثلا ان انتوا مش مجموعه ضباط بتعملوا عمليات لخدمه مصالح شخصيه مثلا؟ يعني ايه اللي يخليني انضم الكيان مهما كانت مبادئه او اهدافه النبيله مش مبني على اساس قانوني؟ ما تاخذونيش يعني، ما ممكن يكون بتعملوا عمليات مثلا تخدموا بيها مصالح الجواسيس. اتفضل. ده تصريح من اكبر جهه امنيه في البلد بتشكيل الخليه دي، وزي ما انت هتلاحظ طبعا هتلاقي اسم اللواء مش مكتوب عشان مش عايز حد يعرفه. ليه؟ كل ما تعرف اقل تبقى في امان اكتر. ماشي. الاجتماع ده انتهى، وانا هسيبك 3 ايام تفكر، وهكلمك يوم الجمعه تقول لي انت وصلت لايه. بس اللي انا سمعته النهارده ده ما يخلينيش اوافق ابدا. اللي انت سمعته ده مجرد كلام ما تعتمدش عليه، استنى لما تسمع الباقي وشوف. هكلمك يوم الجمعه. سيف اعمل حسابك عايزين نروح لبابا على الجمعه. ربنا يسهل ان شاء الله. ما تعرفش تشوف له حد يسافر ويتعالج بره؟ والله يا حبيبتي المشكله انه ما كانش موظف حكومه، صعب قوي يسافر على حساب الدوله، بس هحاول ان شاء الله، ولو يوم الجمعه ما عنديش شغل هنروح. يعني ممكن يكون عندك شغل يوم الجمعه دي كمان؟ حبيبتي انت عارفه انه مش بايدي. الو يا فندم، خير؟ في حاجه؟ انا في طريق الاداره اهو. والله متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا كمان. لا ده كتير قوي على فكره. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. شكرا يا فندم.
مع ألف سلامة. مع السلامة. أنا أجازة أسبوعين. إيه؟ والله العميد ماهر كلمني دلوقتي حالا وقال لي إنهم يدوني مكافأة أجازة أسبوعين عشان خاطر قضية المخدرات. لا أنا مش مصدقة على فكرة. مش كده وبس كمان. ده هيصرفوا لي 3 أشهر مكافأة أول ما أرجع. أيوة بقى. الحمد لله. طول عمرك وشك حلو عليا. حبيبي. سلمى. ايه حبيبي؟ سلمى بصي شوفي كبين عليها ايه في الجورنال. ايه ده بجد؟ انا مش مصدقه. حبيبي مبروك. الله يبارك فيك. شفتي بقى؟ الو صباح الخير. انا والد ساره سيف عبد الرحمن. انتوا كنتوا بعتوا لي جواب عشان اتاخرت في المصاريف. كنت عايز اعرف اخر الميعاد بس للدفع امتى لو سمحت. اتفضل. ايوه ساره سيف عبد الرحمن. دفعت؟ مين اللي دفعها؟ طيب متشكر. ايوه يا سلمى. اي حبيبي. في حاجه غريبه قوي. انا كلمت المدرسه دلوقتي قالوا لي ان الفلوس اتدفعت. بطل بقى يا سيف، ده انت عليك حركات. حركات ايه؟ بص يا سيف، بقى في ناس كلموه من الداخليه وقالوا له ان الطلب اللي مقدمه عشان يسافر يتعالج بره اتقبل، وهيسافر اول اسبوع وهيروح احسن مستشفى في باريس، ومصاريف كلها مدفوعه. بس انا ما عملتش اي حاجه في الموضوع ده. يا سلام، دول قالوا ان الطلب اتقبل عشانك اصلا. طيب مبروك، ربنا يتمم شفاءه على خير. حبيبي تاني. باي باي. اللي انت سمعته ده مجرد كلام ما تعتمدش عليه. استنى لما تسمع الباقي وشوف. هكلمك يوم الجمعة. الو. ايه يا سيف؟ انتوا اللي ورا كل اللي بيحصل لي ده مش كده؟ اللي بيحصل ده عينة صغيرة جدا من اللي ممكن تبقى عايش فيه كل يوم، ده لو احنا راضيين عنك. بس اللي بيحصل ده ما بيثبتش اي حاجة غير انكم معاكم فلوس تعرفوا تدفعوا يعني. لا يا سيف ما تغلطش نفسك، احنا نقدر ندفع ونغير ونخلي اي قيادة في البلد تاخد القرار اللي احنا عايزينه في اي وقت. عايزين نتقابل. لا النهاردة صعب قوي معلش، عندي ظروف مش هينفع نتقابل. ظروف ايه بس؟ ده انت لسه ما خرجتش من البيت من ساعة ما رجعت من الصلاة. الله جرايه يا باشا، انت سعادتك بتراقبني ولا ايه؟ انا مستنيك قدام البيت. ايه ده؟ انت اجازه اسبوعين مش كده؟ ايوه. دي بقى اول مهمه عايزين نكلفك بيها. الراجل ده عنده معاد الاسبوع ده مع واحد اسمه صالح ابو المجد، تسمع عنه؟ هذا مطلوب فضاء ارهاب. بالظبط كده. الراجل ده معاه $1,000,000 عايز يقابل صالح ويديهم له. احنا لحد دلوقتي مش عارفين ليه، بس اكيد يعني صالح مش هياخد الفلوس دي يروح يشتري بيها فيلا في الساحل الشمالي. اكيد هيجند ناس، هيمول عمليه ارهابيه جديده. الله اعلم بقى امتى وفين. بيت صالح وقرايبه واصحابه ومعارفه كلهم متراقبين وتحت الحراسه، علشان كده احنا بنتوقع ان اللقاء ده هيبقى في مكان عام او هيبقى عن طريق وسيط. هياخد الفلوس من الراجل ده ويديها لصالح. طب وليه المباحث او امن الدوله ما يقبضوش عليه؟ حصل قبضوا عليه، وعايزك تتاكد من الموضوع ده، وسهل قوي يا سيف انك تعرفه. لكن بعد كده النيابه افرجت عنه لعدم كفايه الادله. وعايزك تعرف حاجه كمان، الراجل ده ما عملش حاجه غلط ولا هيعمل حاجه غلط ضد القانون. دي فلوسه، راح سحبها من حسابه في البنك وهو حر بقى. يديها لصالح، يديها للجن الازرق، ملناش فيه، هو حر. بس ده واحد ارهابي. تقدر تثبت انه ارهابي بالقانون؟ ما يمكن عايز يشتري بيت او
او يبني مستشفى. انت عارف صالح ده اساسا بيشتغل ايه؟ لا سمسار. يعني في منتهى البساطه الراجل ده ممكن يقول لك انا بشتري بيت او ارض ودي تمنها، وبعد شهر او اقل تلاقي عمليه اغتيال، انفجار او اي بلوى سودة من اللي بيعملوها، وساعتها ما نعرفش حصلت ازاي. معلش يعني ما ممكن يكون هيشتري منه حاجه زي كده فعلا. انت متعب قوي يا سيف باشا، بس انا هريحك برضه. الراجل ده كان مسجون مع صالح ابو المجد لمده 3 سنين على ذمه قضيه سياسيه، وصالح ابو المجد نفسه هربان، يبقى بيت ايه وارض ايه اللي هيبيعها له؟ سلام. طب طالما الموضوع بالوضوح ده، النيابه مش بتشوف شغلها ليه؟ يوه يبقى روح اسالهم انت يا اخي. علشان كل اللي انت بتعترض عليه ده احنا موجودين. شوف يا سيف، انا عايزك تتاكد من كل كلمه قلتها لك، عايزك تعمل كل تحرياتك لترضي ضميرك، بس ارجوك اعمل الكلام ده بسرعه جدا قبل الفلوس ما توصل لصالح، ويعمل بيها عمليه ارهابيه يضيع فيها ابرياء يبقى دمهم في رقبتك. جميل. ايه المطلوب بالظبط؟ حلو قوي. المطلوب انك تمنع المقابله دي وتصادر الفلوس دي باي شكل وباي طريقه تختارها. الو، الشركه الوطنيه للادوات المنزليه؟ ايوه. لو سمحت كنت عايز احدد ميعاد عشان اقابل الاستاذ شاكر وهدان. بخصوص ايه يا فندم؟ احنا عندنا سلسله فنادق في شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم، وكنا عايزين ادوات منزليه من عندكم. قول لي بقى المواعيد اللي عند الاستاذ ايه. عملت ايه؟ براقبه. اوعى تكون طلبت مساعده من اي حد من الاداره. لا 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 ما تقلقش، عايز اقول لك كمان اني خلاص عرفت عنه كل حاجه، وعرفت كمان شايل الفلوس فين. اتصرف يا سيف، الاسبوع قرب يخلص، وجات لنا معلومات ان صالح ابو المجد موجود في البلد، يعني احتمال يقابله في اي وقت. اعتبره حصل. مشكتش فيك لحظة، مش قلتلكوا؟ انت اضافة مهمة جدا للخلية يا سيف. سيادة اللي هو مبسوط منك جدا. هو انا هقابله؟ ما انا قلت لك انت مش هتعرف غير اللي انت محتاج تعرفه. اللي انت محتاج تعرفه دلوقتي حالا ان انت بقيت واحد مننا. الاداره عندك هتدي لك اسبوعين اجازه كمان. خد يا سيف. ايه ده؟ مكافئتك $50,000. ده من الفلوس اللي اي حاجه بنصادرها بتبقى ملك الخليه. بنصرف بينها مكافئات وبنطور نفسنا. وما بنكلفش الدوله حاجه. استمتع انت بس باجازتك لغايه ما نكلمك. ودي هتبقى اجازه بجد. جدا بكل المقاييس. طبعا اللي البوليس اكتشفوا النهارده ما بيدلش بشكل قاطع ان الاستاذ مختار رسلان كان ليه يد في الموضوع ده. ممكن جدا يكون تجار السلاح دول استغلوا عربيات شركته، او يكون في تواطؤ مع السواقين. انا لغايه دلوقتي مش قادره اصدق ان الاستاذ مختار كان ضلع في الجريمه دي، ومش قادره اصدق انه اتقتل بالشكل ده. ادخل. ايوه يا باشا، ممكن نساعدك.
ايه الاخبار؟ الشغل ماشي كويس؟ الشغل ماشي كويس يا باشا، هو بس الدنيا مقلوبه ناحيه البيت عند ساعتك يا باشا. ليه؟ عشان راجل اتقتل ده يا باشا. خلاص يا باشا الدنيا مبقاش لها امان يا باشا. هو ايه اللي حصل؟ ابدا سعادتك، بقول لك في واحد حرامي مسك واحد قلبه، وبعد ما قلبه قتله. قال ايه؟ عشان ما يروحش يبلغ عنه. يعني بعد كده سعادتك يا باشا المفروض واحد لما يثبت يبص في الارض ويرفع ايديه لفوق ويقول اللي ثبته قلبني والنبي قلبني. والله يا باشا المفروض سعادتك تاخد بالك من نفسك يا باشا. المنطقه عند سعادتك هاديه زياده عن اللزوم، وده خطر على سعادتك يا باشا. لا ما تخافش عليا، انا اعمى، هيقتلوني ليه؟ وبعدين يعني اكيد بعد اللي حصل ده هيعملوا لجان ودوريات، بقى هتبقى امن منطقه في مصر. تقلقش. هتعمل ايه؟ هعدي من بين ايديهم، وبعدين اللي فاضل مش كتير. الجريمه على كل لسان. مفيش اي حد ممكن يتصور ان في علاقه بيني وبين الجريمه دي. والجريمه التانية؟ يا مامي عشرة. عشرة. أنا كده مش هلحق أروح الشغل. هو إيه اللي حصل؟ معرفش بقى إيه اللي حصل. وزياد تعالى حبيبي، صباح الخير. قوم أعمل لك الفطار. ماشي. ازيك يا طارق؟ ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. اتفضل يا باشا. اهلا باشا. اهلا باشا. اهلا يا باشا. اتفضل اتفضل. معلش يا باشا والله انا اتاخرت عليك، انا عارف، بس انا راحت عليا نومه بقى، مش عارف، الواحد وصل لحل في القضيه ونام مرتاح. ولا يهمك. كنت بتقولي ان انت عايز في موضوع ليه علاقه بقضيه الصياد. اه الحقيقه يا باشا انا عملت شويه تحريات كده. باذن من مين؟ من غير اذن سعادتك. كان في حاجات شاكك فيها واشتغلت على اساسها. واشتغلت لوحدك؟ لا يا باشا، وائل كان معايا وساعدني. وائل؟ مش وائل ده اتنقل من الاداره؟ ايوه يا باشا، بس ده ما يقللش ابدا من قيمه المعلومات اللي وصلنا لها سعادتك. وصلت له ايه بقى ان شاء الله؟ سيف هو الصياد. ده فعلا؟ يعني سيف هو اللي بيقتل الضباط وهو اللي باشا العلامه اللي بيسيبها الصياد على ايد الناس اللي بيقتلهم هو اسم مرات سيف سلمى. والملف بتاعه كله مزور. ده ملف ضابط تاني كان شغال في الامن المركزي واتصاب ودخل نفس المستشفى. وسيف شال اسم الراجل وحط اسمه هو. وحكايه الصياد دي كلها مضروبه، كلها من وحي خياله. شوية قضايا اشتغل عليها زمان، جمعها على بعض وعمل منها قصة خيالية وحكاها لنا عشان يحبك الموضوع. عندك دليل على اللي انت بتقوله ده؟ تعال معايا يا باشا نوريك. اهلا يا حمدي بيه. ازيك يا مدام؟ زي حضرتك. احضر لكم فطار؟ لا احنا نازلين على طول. انا غير واجب يا باشا.
ايه يا بنتي مالك؟ مش عارف، مش مطمنة. مش مطمنة من ايه؟ ساعة ورجعلك. مش مطمنة. ممكن اعرف بقى احنا جايين هنا ليه؟ هقاري لسعادتك الضابط بتاع الامن المركزي اللي كلمتك عنه. انا جيت له هنا انا ومشيره. مشيره المحاميه؟ ايوه يا باشا، جبتها معايا وجينا هنا وقابلنا الضابط ده، اسمه شادي ابو سعده، وعنده نفس حاله سيف، والملف بتاعه ضايع من المستشفى. وده دليل على ايه؟ ده في حد ذاته مش دليل على حاجه، بس ده مجرد تفصيله صغيره في صوره كبيره، واخلي سعادتك تشوفها بالكامل. بس حته حته. وانا ما اوريش غيرك النهارده. انزل. اتفضل. ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. احنا جايين نقابل شادي باشا، معايا العقيد حمدي عبد السلام، جايين نشوف معاه موضوع الملف اللي ضاع ده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مساء الخير. حضرتك عايزني؟ انت مش كفيف يا فندم. التهريج ده لا، ما ينفعش معايا الحركات دي. انا اوديك في دهر. ايه يا استاذ في الزاعه كده ليه؟ ايه ده؟ انا جيت لك هنا من يومين وكان معايا مشير المحاميه، وانت كنت لابس نظاره سودا وعامل الاعمى. اعمى انا؟ امال امي؟ وانا مالي بامك يا استاذ؟ انت عايز ايه بالظبط؟ امي يا اختي. ده سعادتك الرائد شادي ابو سعده؟ لا يا باشا، انا مهندس مدني شادي عبد الجليل، الا اذا كان بقى حضراتكم ليكوا راي تاني. انا العقيد حمدي، رئيس وحده مكافحه الارهاب عبد الجليل. وانا مالي من الارهاب يا استاذ؟ انا مالي بالكلام ده؟ ولا في ايه؟ في ايه؟ اقسم بالله افرغه في دماغك. في ايه يا استاذ؟ اتكلم يا انا. روح يا استاذ. اللي دفع لك فلوس عشان تعمل كده؟ انا فلوس ايه؟ ايه اللي تعرفه عن سيف عبد الرحمن؟ ايه مين سيف عبد الرحمن ده؟ مين انت يا ضعت لك يا اخي؟ في ايه عايز مني بالظبط؟ انا الله. ايه ده؟ يلا نصابين. لو كنت اديتني فرصة كنت خليته يتكلم. انت كنت هتقتله؟ ده كلام باشا. خليك معايا، صدقني ملاش الراجل ده. تعال نروح المستشفى. مستشفى ايه؟ انا هخليك تقابل الدكتور اللي كشف على سيف، وهخليك تشوف الممرضة هناك. معلش يا باشا، جاريني للاخر. اهو الملف يا باشا اللي حضرتك عايزه. انا عايز الممرضة اللي كانت موجودة هنا المرة اللي فاتت. اسمها ايه؟ اسمها نجلاء. نجلاء بتشتغل فين؟ بتشتغل هنا، وريتني نفس الملف المره اللي فاتت. هنا محدش بيشتغل غيري. نعم. ايوه يا باشا، انا بشتغل هنا عند دكتور ايمن الغياتي بقالي 10 سنين، وفاكره كويس قوي الحاله دي لاني انا اللي مستقبلاه. يعني حضرتك تعرفي الرائد سيف عبد الرحمن؟ ايوه يا باشا اعرفه كويس، وفاكره ان هو يوم ما كان جه هنا كان يوم اجازه، جه عنده نزيف في المخ اثر على عصب العين. فاكره كويس قوي الحاله دي وفاكرة التشخيص، وكمان عارف اخته الدكتور علياء. احنا هنعيده ولا ايه؟ بقولك ايه، انا مش عايز اعمل مشاكل في المستشفى هنا. اندهيني الدكتور ايمن الغياتي بسرعة لو سمحتي. في ايه؟ مين حضرتك؟ حضرتك اللي مين؟ انا العقيد حمدي عبد السلام امن دولة، وكان في قضية بنحقق فيها وكنا محتاجين الدكتور ايمن الغياتي. انا الدكتور ايمن الغياتي، اي خدمة؟ Thank you.
انا كده اديتك الفرصه الكامله عشان تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي ضد ايه يا باشا؟ انا في حاجه كنت بحاول اثبتها، انا متاكد منها زي ما انا متاكد ان قاعد قدام سعادتك كده. بس واضح ان سيف المره دي كان اذكى واسرع. بس ماشي، انا مش هسكت برضه، الموضوع فاضل له تكه ويخلص. الكذب ملوش رجلين يا باشا. كويس قوي، يا ريت تقول الكلام ده لنفسك. انا مش كذاب سعادتك. طارق انت متخيل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ راجل كفيف بتتهمه ان هو مجرم خطير ومدوخ اعتى الاجهزه الامنيه في البلد وماشي يقتل في الضباط وما احناش عارفين يجيبه. لا وايه ده، احنا عارفينه وبيقعد معانا وبيساعدنا. ما هو ده احسن كفر، دي اكتر حاجه تخلينا ما نشكش فيه. اعرضه على دكتور، حوله للكشف الطبي وانت تتاكد من كلامي. سيف قدم لنا خدمات جليله ما نقدرش نكافئه عليها حتى لو حاولنا. كفايه يا اخي ان هو انقذنا من الخطه الخايبه بتاعتك اللي راح فيها اخو مشيره. سيف قدر يوقع ناجي الخليلي ويخلينا نظبط اكبر شحنه اسلحه في تاريخ الجهاز. عشان مش محتاجه، او عشان خلاص الدور اللي هو عايزه منه انتهى. قال لك اضرب عصفورين بحجر، يساعدنا ويكسب عندنا مكانه كبيره تخلينا ما نشكش فيه، ويكمل هو في خطته ويقتل اللي عليه الدور. مش ناجي الخليلي ده كان مجرد خطوه توصلنا للي عايز يقتله الصياد؟ ايوه خلاص، انا وانت اهو النهارده ولا بكره بالكتير هتلاقي واحد تاني اتقتل وبنفس الطريقه، وساعتها هتصدق ان كلامي صح. بعد اذنك يا باشا. استنى يا طارق، انا عايزك. خير يا باشا. طارق انا بأدي وظيفتي، واعتقد ان لو انت مكاني كنت هتعمل كده برضو. اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. اظن ان اللي يشفع لي عندك ان انا اديتك الفرصه كامله انك تدافع عن نفسك، وكان عندي استعداد اصدقك لو قدمت لي دليل او حتى نص دليل يثبت الكلام اللي انت بتقوله ده. مش كده وبس، ده انا كنت اتمنى انك تقنعني. وفي ايه يا باشا؟ في مجموعه راحت عندك البيت. البيت عندنا؟ ايوه، فتشوا بيتك باذن من النيابه ولقوا شويه حاجات كده بعتناها للمعمل عشان تتحلل، وللاسف في حاجه منهم رجعت ونتيجه التحليل اثبتت اللي انا كنت خايف منه. مش فاهم حاجه، وضح كلام سعادتك اكتر. احنا لقينا عندك ده في البيت. ايه ده؟ انا عمري ما شفته قبل كده. ده السلاح اللي اتقتل بيه ماجد العزازي. اه، عليه بقايا دم ماجد وبصماتك. بصماتنا؟ ايوه، كلنا عارفين ان كان في بينك وبين ماجد مشاكل، وما تنساش انك انت اتعمدت تروح تقبض عليه لوحدك وما كلمتنيش غير بعد ما مات. ده غير بقى موضوع مشيره صاحبتك اللي ماجد كان عايز يقتلها. اظن ده دافع قوي يخليك ترتكب الجريمه. جريمه؟ عموما انت عندك فرصه انك تطلع على كل التفاصيل، بس لما تتعرض على النيابة. طارق باشا، أنا مضطر أقبض عليك بتهمة قتل المقدم ماجد العزازي. هو دلوقتي طبعا هيبقى محتاج اللي يدافع عنه، ومش هيبقى واثق في اي حد تاني. انا عايزه يطمن، عايزه يتاكد انه هيخرج براءة وفي اسرع وقت. وكل ما يطمن اكتر كل ما ده هيبقى في مصلحتنا. انا عايزك تغرقيه، عايزك تضيعي له وقته لحد ما الحق اكمل. مش عايزه يقف في طريق تاني عشان ما اضطرش اقتله. حاضر يا حبيبي.